اسمي ايزابيلا شوان، الشهيرة باسم بيلا عموما. يعني انتوا ممكن تقولوا لي اسمي بيلا عادي، ما عنديش مانع. وانا خدت العيدية، ياي، وهروح اشتري هشتري ما اعرفش ولا هشتري ايه، بس انا هشتري حاجة من الحيوانات دي. هشتري قطة، حلوة كده قطة، حلوة، خدها معايا، هروح احسب عليها. هاي القطة دي سعرها كام لو سمحتي؟ سعرها 15 دولار. هو لا مؤاخذة يعني في الكلمة، انت ليه صوتك تخين او ليه صوتك تخين؟ حضرتك انا ولد يعني لو مش باين. اوكي اسفة، خدي 15 دولار واديني القطة. خدي يا ستي، يلا شكرا، باي. يا حليل القطة، اقعدي هنا يا قطة وانا جنبك وناكل فشار. دن 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 دن. بابا شوف انا اشتريت ايه بنص العيدية او بربع العيدية. اشتريت قطة؟ هي بكام دي اساسا القطة دي؟ القطة دي ب15 دولار بس. ايه ده، يعني انت مستغربتيش من سعرها؟ ممكن ليه تكون بالسعر الغريب ده؟ طبعا استغربت ان مفيش قطة حلوة بالكمال ده بالسعر المعفن ده. لازم نخرج القطة دي بره البيت اساسا. لو انت هتخرج القطة فانا هخرج معاها. خلاص هخليها لك بس عشانك. ياي يلا اطلع اطلع نام. ياي شوفي قطة، شوفي اللعبة الجميلة دي، ياي شكلها حلوة قوي. ياي لو اشتريتها. بنتي بقت بتقعد مع القطة أكتر مني، لدرجة إن هي بتوديها السينما والصالون، لدرجة إن هي بتاخدها معاها المدرسة. سابت القطة لأول مرة؟ الحمد لله يا ربي. حد لما بيلا بقت كبيرة والأب كبر. يلا يا توتو يلا عشان تعالي أغديكي. بنتي أنا عاوزة أفتحك في موضوع. قول يا بابا. القطة دي بقت شكلها بقت مسيطرة على دماغك تماما، وإن وانتي عندك 4 سنين وهي عندك، ما زهقتيش منها؟ لا طبعا يا بابا، دي قطتي المفضلة، عمري ما هزهق منها. احنا لازم نرمي القطة دي برا. ما ينفعش طبعا. لا هنرميها برا. لا مش هنرميها. انا ماشي من هنا. ايه ده يا قطة، انتي بتحسي بيا؟ اوف هتقعدي تمقمقي كده كتير، عارف ان الموضوع صعب عليكي. البيت شكلها اتجمدت من جمالي. الو عمو. الو انت مين؟ بنتك تعبانه شويه. بنتي فين؟ هي يا عمو قاعده. وانت مين؟ انا القطه. لا انت مش القطه، القطه كانت معاها، انت اكيد مش القطه. عارف ان الموضوع صعب عليك بس انا اتحولت ان انا اصلا قطه انسانه. بنتي فين؟ المشي مؤثر جدا. ايه ده يا نادين؟ ايه ده، شكرا. تعيطي ليه بس؟ اصل المشهد مؤثر قوي. ماشي معاكي ادوارد. معاك ايزابيلا سوين او بيلا. شرفت بمعرفتك. انا اكتر. بعد 4 شهور من الصداقة. واو الغابة دي حلوة قوي. ايه ده ايه ده، انت بتجيب ايه؟